أهلا بكم. عاد إلى البلاد مساء أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق وركن عبد الفتاح البرهان بعد زيارة ناجحة إلى جمهورية تركيا استغرقت يومين بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف. هذا وقالت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي في تصريح صحفي إن زيارة جاءت في إطار العلاقات التاريخية القوية التي تربط البلدين والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون بينهما بعد استعادة السودان لزمام أمره بعد ثورة ديسمبر المجيدة وانفتاح السودان على العالم لتحقيق مصلحة الشعب السوداني واستقراره وأمنه، وهي سياسة السودان الثورة المنصوص على مبادئها في الوثيقة الدستورية. وأبانت أن الزيارة أكدت بوضوح اهتمام القيادة التركية بالعلاقة مع السودان واحترامها لخيارات الشعب السوداني ودعم حكومة الفترة الانتقالية والرغبة الأكيدة في بناء علاقة متينة تقوم على رؤية استراتيجية من أجل معادلة كسبية. يخاطب الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، يخاطب الأمة السودانية من قاعة الصداقة مساء اليوم بمناسبة العيد 67 للقوات المسلحة، وذلك بحضور أعضاء مجلس السيادة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات المسلحة وشركاء السلام ولفيف من الإعلاميين المبدعين. التقى السفير عبد الرحمن بخيت مبعوث السودان الخاص للسلام في جنوب السودان والوفد المرافق له يوم أمس بالدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، حيث قدم السفير عبد الرحمن بخيت نفسه للسيد النائب الأول باعتباره مبعوثا خاصا للسودان للسلام في جنوب السودان. وأبان سيد السفير أنه جاء إلى جوبا لمقابلة أطراف اتفاقية السلام المنشطة وللتشاور معهم في كيفية الدفع بعملية التنفيذ وتجاوز العقبات التي أدت إلى التأخر في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية. رياضيا، حيث أسفرت قرعة الدوري التمهيدي لأبطال إفريقيا للأندية 2020-21 عن مواجهة الهلال السوداني لنظيره فاصيل كينيما الإثيوبي، فيما سيلعب المريخ السوداني مع الإكسبريس الأوغندي. هذا وسيبدأ الهلال والمريخ جولة الذهاب خارج ملعبيهما. وأسفرت قرعة الكونفدرالية للعام الجديد عن مواجهة أهل مروي مع أطلع برا الجنوب السوداني، فيما يلاقي حي الوادي على فريق أهل طرابلس الليبي. هذا ورفض المهندس إبراهيم سليمان مدير الكرة نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء أمس الجمعة بالسهلة، والتي يواجه الهلال فيها فيصل كينيما بطل الدوري الإثيوبي في الدوري التمهيدي. وقال سليمان إن الهلال سيتعامل بكل جدية مع هذه المواجهة، ولن نقول إن القرعة سهلة أو صعبة لكنها متوازنة. وأضاف هناك تقارب فني بين الكرة السودانية والإثيوبية. نهاية هذه الجولة مشاهدينا الكرام، دائما أشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة مجددة للنذير بابيكر لتكملة ما تبقى من هذه الحلقة، وأمنياتي لك النذير بيوم مميز وسعيد ولمشاهديك الكرام. تفضل.